الميكانيزم ده الدور الرئيسي، يعني لولا القوات المسلحة المصرية وقفت بجوار إرادة المصريين ما كانش ده حصل كله، ما كناش وصلنا اللي احنا وصلنا له. لم تكن لتنجح 30 يونيو لولا وقوف القوات المسلحة وتنفيذ إرادة الشعب المصري. أنا متذكر حاجة، كنا في لقاء مع الأستاذ محمد حسنين هيكل وسئلنا بشكل مباشر، وده كان تقريبا قبل 30 يونيو بشهر، طيب انتوا لو جمعتوا ال 15 مليون توقيع اللي انتوا بتقولوهم وافترضنا انه الناس نزلت فعلا في الشارع، كان سؤال افتراضي في هذا التوقيت، بقول لك قبل 30 يونيو باكتر من شهر، ما هي الميكانيزم القادر على احداث التغيير؟ وكان ردي فورا على 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 الاستاذ هيكل الله يرحمه، قلت له القوات المسلحه المصريه. شوف، رغم انه انا مثلا متذكر جدا وكنت عندكم في صدى البلد في القناه ومناظره، وكانت مع احد قيادات الاخوان المسلمين المستشار الاعلامي بتاعهم، بعد اللقاء انا متذكر انه قال لي انتوا بتلعب لعبه انت مش قدها وفي ناس بتحاول تستغلك، لكن في الاخر الجيش والشرطه هيقفوا معانا وساعتها انت اللي هتدفع تمن الليله دي. انا عايز اقولك ان انا رديت بكل ثقه وقلت له الجيش هيقف مع الشعب المصري والشرطه هتقف مع الشعب المصري، ويوم ما الشعب المصري ينزل الجيش والشرطه هيفحصوكوا زي الصراصير. 25 يناير لانه ده تاريخ القوات المسلحه المصريه مع الشعب المصري. بالعكس، كانت القوات المسلحه المصريه تبادر بانها تطلب مطالب الناس اذا الناس غيبت، ما بالك ان الناس كانت موجودين. يعني 1882 ظلم شديد جدا يتعرض له المصريون، الضباط الشراكسة والأتراك مسيطرين على القوات المسلحة المصرية، والبشوات الشراكسة والأتراك بياخدوا يعني حقوق الناس، فيطلع من قلب القوات المسلحة المصرية أحمد عرابي ويقف ويواجه ويخرج من قلب القوات المسلحة المصرية ويبقى شبه أول حزب تأسس في مصر تقريبا، لو جاز لنا أن نطلق عليه حزب الفلاحين يعني. طيب بعديها حتى فيما بعد في 23 يوليو قوات المسلحة المصرية تخرج في مواجهة الفساد، تخرج في مواجهة النظام الملكي اللي كان موجود، تخرج من أجل إقامة جيش وطني قوي. حصل. طيب الفرق بقى أنه أنا كنت بشوف أنه 23 يوليو كان تنظيم الضباط الأحرار الذي ساندته إرادة المواطنين المصريين، لكن اللي حصل في 30 يونيو كان تنظيم المواطنين الأحرار، شعب مصر الأحرار اللي وقفت معاه إرادة القوات المسلحة ويعني تبنت الإرادة. فلولا القوات المسلحة المصرية لما نجحت ثورة 30 يونيو.